43 ثانية. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الأول للبكار المشتركات مسير. هنا مع هذه الأسماء ولا زال التوقيت الأفضل تحت أقدام الشاهينية للسيد أيضا خلفان بن سعيد. خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري سجلت دقيقة 43 ثانية. نسير مع هذا الشوط، نسير إلى المركز الأول، نسير مع الصدارة الأولى، أرى مع المركز الأول. هناك اللي هو تكريم خالد بن عبيد الظاهري المركز الثاني، الوصول والاختطاف هنا مع المركز الأول من الشاهينية على صدارة هذا الشوط. خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري ينتقل الى المركز الثالث او المركز الثاني، هنا وصلت مع المركز الثاني الشرقية راشد بن خليفة بالمر النيادي المركز الثالث. هذه ايضا الشاهينية سالم بن سعيد بن سالم بن دربش العامري. اعود مع المقدمة، اعود مع الشرقية، الشرقية مع المركز الاول على الصدارة الاولى راشد بن خليفة بالمر النيادي. من يتواجد مع الشرقية على الصدارة الأولى؟ يا سلام الله، ذهبت الفوز، روحت بالفوز، روحت بالناموس إلى راشد بن خليفة بالمر النيادي. تهانينا وناموس. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني اللي هي الشاهينية للسيد خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري. ثالثا أتت الشاهينية سالم بن سعيد بن دربش، سالم بن سعيد بن سالم بن دربش العامري. ورابعا أتت مع المركز الرابع الشاهينية للسيد محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. التوقيت الزمن دقيقة وواحد واربعين ثانية، ما شاء الله 85 جزءا من الثانية تسجل هنا أيضا اللي هي الشاهينية أو الشرقية للسيد راشد بن خليفة بالمر النيادي. تهانينا.